كان كذلك أبو بلال من أصدقائه الأحنف بن قيس المشهور من قادة الكبار في الفتوحات الإسلامية في آسيا، خاصة في الجمهورية السوفيتية الآن طاجكستان وغيرها، كان فاتح هذه المناطق. كان أبو بلال بعد موقعة النهروان انتهج منهج الاعتدال والدعوة السلمية ونفس التقى في نفس آراء عبد الله بن عباد وجابر بن زيد. كان له لقاءات ومناظرات كبيرة مع والي العراق، خاصة زياد بن أبيه، وبعده ابنه عبيد الله بن زياد، بعدهم الحجاج بن يوسف. هؤلاء الولات اللي كانوا تابعين للدولة الأموية، الجبابرة الذين فتكوا بالناس والذين ظلموا وقهروا وقاموا بالتعذيب وقاموا بشتى أنواع القهر لكل معارضا، لكل من يتحرك ولا يبدي، مش غير يسكت فقط، لا يبدي ولاءه للسلطة الأموية، يقتل قتلا ويعذب أشد أنواع التعذيب. أباح هؤلاء الولاد في البصرة أنواع من التعذيب لم يعرفها الإسلام، أشد أنواع التعذيب. رجعوا إلى الجاهلية، رجعوا إلى قطع الأعضاء، قطع الأعضاء عضو بعد عضو. استحضر واحد يقطع له يده اليمنى اليوم ويخليه، بعد أسبوع يزيد له اليد الثانية، بعد أسبوع يزيد له رجل، بعد يخليه مقطوع الأيدي والأرجل. تعذيب بشع. رجعوا إلى الجاهلية إلى صلب الناس في الساحات، يصلب في الشارع، يبقى حتى يموت، حتى تأكل الطير من مخه ومن جسمه. ابتكروا أنواع تعرية النساء في الشوارع وفي الأسواق، أنواع يستحي المرء بذكرها في هذا الموقع الطاهر. إذن هذا عبيد الله أو زياد بن أبيه أولا الذي عينه معاوية بن سفيان، وعبيد الله بن زياد والحجر بن يوسف كانوا قد قاموا بمناكر كبيرة جدا في البصرة، وهذه المناكر هي التي فرضت على أبي بلال وجماعته أن يهربوا بدينهم، أن يفروا بدينهم، في وقت كانوا قد عارضوا الخوارج، حتى اتهمهم الخوارج وسموهم بالقعدة، جماعة القعدة، يعني كأنهم خونة ما وصلوش الحرب مع الخوارج. فسمي أبو بلال وعبد الله بن إباض وجبر بن زيد ومن معهم كلهم بالقعدة، لأنهم قعدوا ولم يواصلوا الحروب مع الخوارج. إذن رغم ذلك القعود، إلا أن عبيد الله بن زياد واش كان يقول فيهم؟ كان يقول: لكلام هؤلاء أسرع إلى القلوب من النار في اليراع. اليراع مقصود به القصب اللي كان يصنع به القلم، والقلم كذلك يسمى اليراع. إذن زياد بن أبيه، الكلام هذا قلناه في حلقات سابقة، أن الأمويين انتبهوا إلى أن خطر هؤلاء الإباضية الذين يدعون سلما والذين يقنعون الناس بالحجة والدليل والمناظرة أخطر على الدولة الأموية من الأزارقة والصفرية المتطرفين المعروفين اللي الناس كل يكرههم، الناس كل ينصبون العداء ضدهم، وحربهم معروفة وجماعتهم معروفة ويسهل القضاء عليهم، سنة سنتين ثلاثة يقضوا عليهم. أما هؤلاء الإباضية الذين يحملون كلمة الحق، الذين لهم الحجة ولهم الدليل، فكلامهم كان يتفشى في الناس وينتشر في الناس. قال: أسرع من النار في اليراء. إذن انتبه زياد بن أبيه أو عبيد الله بن زياد، انتبه لهذه الفتنة ولهذا الخطر، فأصبح كذلك يحارب هؤلاء القعدة. فلما فر أبو بلال مرداس بن حدير من البصرة متجها شرقا إلى فارس أو إلى إيران اليوم، وبالضبط إلى الأهواز موجودة اليوم بين العراق وإيران،